وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga di pagi hari ini kita semuanya diberikan kelancaran rezeki yang berkah barokah dunia akhirat, diselamatkan langkah kita dan dilangkahkan sebagaimana mestinya yang kalian inginkan dengan sebaik mungkin dan dengan rahmat Allah. Pagi kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya, ya, kalian semuanya setiap di hari Jumat usahakanlah baca Ar-Rahman, 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 ya, surat Ar-Rahman. Nah, di hari Jumat ini saya ingin mengajak saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini untuk membaca surat Ar-Rahman. Semoga lantaran surat Ar-Rahman kita semuanya selalu diberkahi langkah kita, dijauhkan dari bala, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melihat tayangan video saya ini insyaallah semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langkah yang baik dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان آلم البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر سجدا والسماء رفعها وضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأشرف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان قل من عليها فعن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا نفرغ لهم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم عين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
dawantan afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma'inan tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudangaina ala fur'in bata'iluha min istar wa jannatan jaynidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa minhunna qasiratus طرفي ولم يسبسهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما من جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرح بطائنها من إستر رب جنة جيندا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتبسهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدعوان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما كيف فيهما كهد ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الخسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يسبسهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقار حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك المشرب بك ذي الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بيدي من سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بيدي من سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله والعلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah menjadikan keberkahan di hari ini dan di hari seterusnya, di hari-hari berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya, Musliman. Semoga menjadikan keberkahan di dalam diri kita semuanya. Barakallahu li walatun ya walhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.